عايز اقول لكم ان من الحاجات المهمه جدا ومن الامور المميزه والمميزه لعشرة الصبح في الاهلي فيديو جرافس معينه انا بشوف ان هي في منتهى الاهميه لان هي مفيده جدا للناس كلها بالمناسبه بصنفين مختلفين من البشر. الصنف اللي هو بيمارس الرياضه بانتظام فطبعا بيبقى دايما معانا فيديو جرافس عن التغذيه السليمه، عن امور معينه لازم تتراعى، عن كيفيه التدريب على يعني امور معينه، يعني في حاجات كتيره مفيده للشخص الرياضي. كمان الشخص حتى غير الرياضي برضو بيبقى فيه فيديو جرافس ليه علاقه بطريقه نمط الحياه، اللايف ستايل، تاكل ايه ما تاكلش ايه، ايه مثلا اكلات او مشروبات معينه بتكون مفيده لامور بعينها. فده هيحصل دلوقتي حالا من خلال هذا الفيديو جراف اللي هنتعرف من خلاله على اطعمه ومشروبات بتساهم في تعزيز كفاءه جهاز المناعه واللي المفروض ان يومنا كلنا ما يخلاش منها باي حال من الاحوال. هتابع معاكم هذا الفيديو جراف ونرجع نكمل، اتفضل.